افتح حوالي الباب. امشي يا اخوي. رزع هنا. ايه في الباب؟ اوعى تكون نسيت اللي انا قلتهولك. ايه؟ انسى ازاي؟ ده كلامي يا حضره العمده. براوة عليك يا والي. خد. دي 5 جنيه. حلوه. ليكوا كلكوا. مش حلو. شوف بقى. أنا الموقف ده كبير وأنا ما انساش رجالتي وفي فلوس كمان. يا سلام، ربنا ما يحرمناش منك. أنا مش عايزكم تخافوا من جناب المأمور، ومش عايز كلمة كده ولا كلمة كده. لا كلمة تنقص ولا كلمة تزيد، اللي قلناه بالظبط هو اللي يتقال. ومحدش يخاف ولا يتلجلج من حاجة أبدا. تجاوبوا كده صح سليم، كأنكم بتقولوا الحق، والحق ما يخوفش. أنا عايز العدالة تاخد مجراها للنهاية. فاهمين اللي انا قلته ولا مش فاهمين؟ هو فاهمين. فاهم هتقول ايه؟ هنقول الحقيقه بالظبط. مش الحقيقه يا حمار، هنقول اللي اتفقنا عليه. خلاص يبقى نقول اللي اتفقنا عليه. انت بالذات ما تتكلمش خالص. ها ما تنطقش. ها العمدي انت كنت فين يا نيلة انت كمان؟ عني اصلي حضرتك ما دريتش باللي حصل، ما عرفتش الا لما لقيت عربيه جت خدت جده الواد محروس وطلعت بوها على المشرحي. ام جناب المأمور جه قلت اجي اقول لحضرتك. وصل. حضروا العشاء بسرعه. ايوه اتفضل. اهلا يا جناب المأمور. كانوا عايزين يهربوا من البلد. ايه دي هي سايبه ولا سايبه؟ لما كل واحد يعمل له عامله سودة ويهرب من البلد يبقى انا بقى مش عمده ولا لي اي لازمه. صدق جنابك أنا لا جالي نوم ولا غمض لي جفن ولا عرفت آكل لقمة طول ما العيال دول هربانين. أيوة أمال، عشان تعرف إن وراك رجالة. مين البت اللي كانت بتصرخ بره دي جنب الجثة لما شالوها؟ أيوة دي البت اللي كان كاتب كتابه عليها المدعوق القتيل المجرم ده. ده خيب أمالها بعيد عنك. أعوذ بالله، لو كان سمع كلامي أنا ياما نصحته، بس أهو كل عمره بسنانه. ولا المجنون ابن المجنونة التانية اللي اسمه أبو العيلة ده. الواد قعدت أقول له يا واد عيب ما يصحش كده. ما تدخلش رجاله غرب في بيتك، استغفر الله العظيم من كل ذنب. لكن تقول ايه؟ ما عادش فيه رجاله في البلد يا اولاد ولا ايه؟ ده الواحد يعني ما بيطقش حد يسلم على جماعته سلام كده اهو. مش كل الناس ده يا كعمده. قطعه الناس اللي كده، بس الحمد لله زي ما تقول ربنا خد لي بطاري. ايوه امال ايه؟ اصل الاتنين محقوق لي، قوم وقعهم في بعض الوقعه السودا دي. ده هبش مراد ده، قوم ده قتل ده، قوم الاتنين غرف 60 داهيه. حكمتك يا رب. هو العشاء اتاخر ليه؟ حاس افتح المحضر يا ابني. يا رب الظالم والمفتري، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا الظالم والمفتري، انت القوي على كل قوي يا رب. ما تخافش يا ابو العالي، ما تخافش، ربنا شاهد وعارف كل اللي بيحصل. ربنا مش هيسيبنا يا ابو العالي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في المفتري والظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. وائل علم الدين زهران. ايه اللي حصل غفير؟ انا يا سعاده البيك انا عندي نوبه سهر انا وكامل. أنا قلت أسيب كامل عشان أشوف الأمن وهو مستتب. ها وبعدين؟ وبعدين يا سعادة البيه بصيت لقيت الواد محروس بيجري من ضرب العيلة. شوية ولقيت أبو العيلة بيجري وراه، شوية ولقيت فاطمة بتجري وراهم. قلت فاطمة راح تحصل أبو العيلة. أنا طبعا كان كل همي إن أمسك أبو العيلة وأمسك محروس. روح ناديه لكامل، قلت له يا كامل روح بلغ العمدة إن محروس وأبو العيلة كانوا بيجروا برا البلد ووائل مسكهم. ماشي يا سيدي كمل. وبعدين يا سعادة البيه العمدة جه ومعاه الغفر كله. الواد محروس شاف الغفر هلين علينا راح هاجم عليا، راح الواد أبو العيلة ناتش بندقية من الغفر وراح ضارب طلقة، راح اتكيف الواد محروس طب ساكت على الأرض. المرة اللي فاتت كان محروس هو اللي خطف البندقية بتاعتك، حسب بقى تذكر، المرة دي أبو العيلة خطف بندقية مين؟ الحقيقة سعادة البيه أنا معرفش،
كدب خابة، بس أنا شفت أبو العيلة وهو ماسك البندقية، أنا كان كل همي إن ألحق محروس يمكن يكون فيه الروح، لكن لقيته مفرفر آخر فرفرة. أهو راح فطيس بعيد عنك، كان يجرى إيه بس لو كان سمع كلامي؟ سبحان الله. وأبو العيلة يقتل محروس ليه يا غفير؟ يا سعادة البيه العلم عند الله، وبعدين لا مؤاخذة يعني البيوت أسرار، وإن الله حليم ستار. هو عارف مننا إننا كنا هربانين؟ وإيه اللي رمى محروس في سكتنا؟ إيه اللي رمك يا محروس في سكتنا الساعة دي؟ الله يرحمك يا أخوي، الله يرحمك يا محروس ويصبرك يا مناري، ويكون في عونك يا أبو العيلة. إلهي تنشلي يا عمي، إلهي ربنا يبتليك بمصيبة ما تعرف جايالك منين يا بعيد، إلهي ما تكسب ولا تربح يا عثمان. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خلاص أنت يا غفير، اللي بعد. عن الغفير كامل. اللي بعده إيه؟ إحنا كده تعبنا، الأول بقى نشرب الشاي كده ونستمخ وبعدين نكمل. نشرب الشاي. شاي إيه يا أبوي؟ شاي إيه سعادتك اللي راح تشربوه والبلد فيها كتير؟ كل حاجة وليها إجراءاتها يا عم الشيخ، وأنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا بإذن الحكومة. إزيك يا شيخ محمود؟ ما تأخذنيش سعادتك على دخلة إيدي، أصل ده موضوع عمره ما حصل في بلدنا من سنين طويلة، أول مرة تحصل حادثة كتف. وبعدين إيه اللي سامعه من الغفر ده سعادتك؟ أبو العلة هو اللي طخ محروس يا عمدة؟ أنا يا أخويا ما أعرفش حاجة ولا شفت حاجة، اللي شافوا عارفين هم الغفر، وهم بيقولوا اللي هم شافوه، وكل واحد بقى مسؤول عن كلامه قدام ربنا، ومسؤول عن كلامه قدام جناب المأمون. ده أبو العيلة لو مسكوه سكينة وحطوها على رقبة فروجة ما يعرفش يذبحها. إيه؟ وأنت ناسي يعني إن هو حاول يموتني قبل كده؟ يا أبوي نسيتيه وفاكريه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ياك فاكرني مصدق الكلام ده من أصله. أنت يا عمدة راح تغني وترد على نفسك؟ احترم نفسك وكلم كلام على قدك، إيه اللي بتقوله ده؟ أنا عارف كلامي زين وعارف بقول إيه. طيب قول لي أنت، أبو العيلة كان عايز يموتك ليه؟ ما تقول. روح اسأله هو يا أخوي، اسأله هو شايل في قلبه إيه من ناحيتي، واسأله هو جه هنا ليه وكان عايز إيه. يا أبوي أنت اللي مشيع له وبعت له، ياك نسيت أنت؟ لا ما نسيتش، بس اللي أنت بقى ما تعرفوش إن هو راح يستسمح الشيخ مبروك عشان يقابلني، والشيخ مبروك جاي يتوسط لي، وأنا قلت عشان خاطر الشيخ مبروك بس، قلت وماله؟ أهو واحد برضه من أهل البلد، حقه علي إن أنا أقعد معاه وأتكلم معاه وأسمع له وأشوفه عايز إيه، مش أنا برضه المسؤول وواجب علي أقعد مع كل واحد وأسمع له؟ مش دي شغلتي أراعي مصالح الناس؟ واسأل الناس كلها أنا عملت معاه إيه؟ ده أنا وقفت جنبه وعملت معاه اللي ما يعمل، مش أنا برضو اللي جبت له الحكيم يعالج له رجله؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضو اللي اديت له فلوس وهو متلقح في البيت مش لاقي شغلانة ولا حد بيسأل فيه وبيديله مليم؟ ولا دي برضو ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضو اللي قلت له يجيب البت مراته تشتغل هنا في الدوار عشان يسترزقه؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضو اللي عرضت عليه يجي يشتغل عندي غفير في الأرض واديله مرتب يومية ما يحلمش بيها ولا أكبر خوجه؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ هو بقى اللي رافض، أعمل إيه تاني أنا بقى؟ لا يا أبو عملت، والله عملت كتير قوي قوي قوي. والسؤال عاد، ليه عملت كل ده مع أبو العلة؟ ها؟ وليه أبو العلة بالذات؟ أبو العلة الطحان جوز فاطمة؟ وإيه اللي بالذات دي؟ أنا خاري على البلد كله، وأنا بقى مش لازم أمشي للناس وأقول أنا بعمل إيه وبدي مين إيه وليه؟ ولا أنت مش واخد بالك؟ أنا عارف كل نفر في البلد محتاج إيه ومين محتاج ومين مش محتاج، وأنا الحمد لله من فضل ربنا علي مكرمني ومخليني بدي كل اللي بقابله، وأنا اللي بديه باليمين ما بتشوفوش إيد الشمال، واللي باخده بالشمال ما حدش بيشوفه أصلاً. وبعدين فيه إيه؟ انت جاي تحقق وياي في وجود جناب المأمور ولا ايه؟ ايه ده بس يا عمده، مش كده؟ ما هو مش كلام ده يا جناب المأمور، فور دمي. يعني الواحد يعني يعمل كل ده للناس ولا عارف ينام ولا ياكل ولا يفكر؟ ده انا بشيلها من بقي يا راجل عشان بلاش بقى الواحد يتكلم بقى، بلاش يتكلم.
والله انت صعبان علي يا راجل. الله يكون في عونك انت، الله يعينك على نفسك يا عمده. السلام عليكم. على فين يا شيخ محمود؟ راح اشوف البنيه الغلبانه اللي كانت راح تموت نفسيها دي، واسيب سعادتك تعمل اجراءاتك وتمارس عملك، يمكن ربنا يقدرك وتوصل للحقايق وتحقق العدل اللي ربنا راح يحاسبكم عليه. السلام عليكم. سلام. فور دم الله يحرق دمه. بس انت اتحمقت قوي كده ليه يا عمده؟ ما هو مش معقوله برضه يا جناب المأمور الواحد يعني تعب نفسه كل ده ومفيش حد بيقدر اصلا. سيبك انت بقى من الكلام ده كله وخلينا نهدى كده ونقوم نتعشى. مالوش لزوم العشاء بقى. لا مالوش لزوم ايه؟ ده انا قايل لهم يذبحوا بطايه وكام حمامه كده يعني لزوم العشاء، وبعدين نرجع للتحقيق. هو التحقيق هيطير ولا هيطير؟